واش هذا الشباب رجعكم وتفريكس مجد فيديو جديد. شو باغي ندير؟ نكمل الحلقه اللي من مور رجيش المكاسير مي بون خرجت شي بحصه ليبيزود الثانيه بيان سور. هذا اللي غادي ندير هي الاولى بويسك مور الفطور بويسك. انا عارفكم غتكتبوا لي في لي كومونتير من بعد ما لحقت الفيديو ديال الجيش المكاسير. المهم ما ديوش عليا الدراري الله فاطر. الو غادي نديروا الدراري دابا نتفرجوا فيها الدراري. تقاش عمر اضرب دور الفيديو لوك شي امرك شباب عجبك البلوم ديال لايك سبسكرايب. تقاشوا نبداو. باك انا بدا الدراري لا فيديو ديالنا ليبيزود الثانيه شي بحصه. ملي هادشي الصوت شحال مجهد فكرني في دي زومبي. هاد ليكليراج اللعيبات فكروني في دي زومبي. واش فيلم ديال الخلعه هذا ولا شنو؟ بابا بارطاجي لي كونيكسيون. ما تخليش الحاله تروح بعيد، شارك اكثر من انترنت، شارك جيزي. هادي بيبليسيتي الله يخليك انت تسكت لي. 150 دينار فقط تستفيد من شريحه ثانيه وشارك حتى 20 جيجا لكل اشتراك 1500 دينار. جايزي. مراد أرقام. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في العدد الثاني من شبح حصة. مرحبا بكم سيدتي وسادتي، ولكن كاين تغيير بسيط في الحلقة تاع اليوم. جيت غادي نولوا نهضروا باللغة العربية الدارجة تاعنا، ما غاديش نهضروا باللغة العربية الفصحى. وهذا باسكو رانا حابين استيراد تاع اللغه الدارجه تاعنا باش الناس تولي تعرفها. فوالا فوالا سيتو ما نعرفوش نهضروا اللغه العربيه بها. وبدون اطاله نمر الى النيوز تاع اليوم. خلطت في الهند بعدما رفضوا تمويل لو فينانسمون تاع جانيتو دو. صافي بليزير، اول مراه كابيتان تاع بابور، لكن لازم نعود نشوفوا الكرينو ماذا. اليوم وافق انتهاء اكبر مسابقه للكاشكاش الغميضه اي فواسي كلكو ايماج تاع لو ديرني كونديدا. تبارك الله عليه يعرف يتخبى. اون بيتيت بوز اي عندك راه شي حرقوا بحال هكا. شفت شي فيديو شي حرقوا بديك الطريقه وي شي شنو سكانر 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 ولا شي فرش هادشي نورمالمون ما تعيقش به لان السكانر يفرش كب. كونديدا تبارك الله عليه يعرف يتخبى. Une petite pause émotion, a little cute break. نشوفوا معنا باندا يزلق في الثلج. باندا خالق السعادة. هذا الانسان يشوف تريح شوية. اكزاكتلي. يعني هذا اللي جود نيوز ماشي غير شوية راحة. اثار دي زاركيولوج تلقاو دي بروف تاع ان اوتر سيفيليزاسيون، حاجة اللي كانت غريبة على المواطن. نشوفوا مع بعض الصور. الو. انا المباشر اوكي. مساء الخير مشاهدينا الافاضل داخل وخارج الوطن. اليوم مرحبا بكم، رانا في مكان علم الاثار حضاره اللاما. رانا مع باحث علم الاثار جان ويجي جورجينو. مرحبا بكم يا جورجينو. هلو ثانك يو. هلو ثانك يو. مرحبا شكرا. مرحبا. كيف استطعتم ان وجدتم هذه الحضاره القديمه حضاره اللاما؟ Sincerely I don't know. I was sleeping and they called me on the phone. They told me we found an old thing from Lama civilization. لقد كنت نائما ونادوني في الهاتف ثم وجدت هذه. Let me show you some of these. Yes, because it's a really really old civilization and it's a big step for humanity. As you can see here it can be gold in here. نعم انه يقول فيها الذهب. What did you do? فاز هذا اخو. What? ما فاز هذا اخو. What did he say? What did you go from here? Go from. مش بيك جامي فاز. فاز هذا. Get out of here now. Get out of here now. شويه شي برجلي. استغفر في راك شويه شي برجلي نفرو هذا. What? Oh my god. ما تنقدروا اثار ما تنفهموا في اثار والو شي. قوري قبل. This is a big step for humanity. What did you do? نعم هكذا كانت الأجواء في متحف بحث علم الآثار. أنا معكم مراسل
شيء غريب. اليوم طقطنا صور لجماعة دايرين إضراب ضد الإضراب. ما فهمناش بالضبط شنو هما المتطلبات تاعهم. نرى ما عند الصور باش نفهموا هاد المعادلة الغريبة. الغريبة. إضراب ضد الإضراب. السلام عليكم. إضراب ضد الإضراب. أتفاعلوا معايا يا جماعة. إضراب ضد واش؟ إضراب. إضراب ضد واش؟ إضراب. بزاف جماعة. بزاف ناس راهم يتلاقوا برا ويجمعوا. ويحتشوا وخلونا نقيلوا جماعة وخلينا نقيلوا ناس بعد ترقد ناس بعد تدير صوالح. أنا نقول حاجة إي ناس أنا في الإضراب وما سيدكش باش نفهمك. حبسوا الإضرابات جماعة حبسونا الإضراب. نشيل الحلاف شوف الإضراب وما نساش ما في كينا المعنى أخي كينا كينا أخوي يوسف كينا كينا جامي إضراب جامي جامي إضراب جامي جامي إضراب جامي جامي إضراب جامي. وهادو راهم هنا كاع ورانا هنا باش ندافعوا على حقوق المرأة. لا 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 دوكا نروحوا لا دوزيام ريبليك تاعنا واللي هي ديكزاك. اين نوريو لكم ابرز ما لاطيتوش في التلفازه. يلا نفس البلان هلا سير. اذا بلا ما توجد القدره تاعنا هنا استقبلوا اول اتصال. الو وي مدام. ألو بنتي كراك هيك مليحة؟ الحمد لله لاباس. وانتي يا مدام؟ الحمد لله رحمة ربي والله العظيم أنا نتبعوك نبغوك هنايا. شكرا. باين عليك مرة تاع دار والله. شكرا شكرا. شو بغيت نقول لك مدام؟ بغيت تسقسيك. وي تفضلي. تي مستبيتها متزوجة قولي لي. لا مشي متزوجة كما كتشوفي مازال الحال. وشعل في عمرك هكا شعل ديري؟ 35 سنة مدام. يو 35 علاه غير الخير مدام. انا عندي واحد الصباح في الدار قلت لديك ليه تعرفي بغيت نقدم زعما كيما نقولوا بصح 35 ها هذه هي الدنيا مدام الله غالب. لا هاو ماشي الدنيا هاو كيفاه وجري على روحك اختي هاو كاع راهم عندك ديجا قلت لك اختي كي قريب قدي. مدام هذه هي الله غالب مكتوب ربي. اي انا خليك المهم كيما يقولك غير جري على روحك باسكو كيف العد التنازلي هيا الله يسهل. ان شاء الله مدام شكرا. ويلي لتوماس شيلبي جبت لي السلعة جبت لي دراهم. لا ثاني دراهم. عطيني السلعة ثاني دراهم من الأول. وش تهد عطيني السلعة تهد عطيني السلعة قبل ما عطيك دراهمك. تواعر افترض خشين يا او انت اللي راسك خشين. شوف صاحبي شوف غادي شوفوا النهار كومبلي انت عندك صوالحك وانا عندي صوالحي غادي على ثلاثه غادي نقصوا الكابات صح ثلاثه زوج غدار كذاب يتي فيني غيسال واه اكسوا صاحبي هاك اكتي صوالحي يروح الله يسهل كاين يطلق ثاني يطلق الاول يا اخو نكملوا الوصفه تاعنا هنا ونستقبلوا ثاني اتصال. الو وي عادوا واش بنتي كراك وي الحاجه واش راكي الحاجه الحمد لله بنتي كيعجبك الحمد لله لاباس الحمد لله سمحت بلي ماشي متزوجه شكون قال لك الحاجه هاو 35 سنه قاعده غير طالع في البلوك قاعده يهضر هاو ما نطيبش يا ودي غير روحي تلي على روحك روحي هاو اصعب حاجه عند البنت هي هذا الكلاج ديال 35 لعيبات اصعب اج عندها وميم طون ماشي بغاو يشوفوا يديروا اصلا على اللاج ديالهم حتى وحده متسوله على اللاج ديالها صافي شوف بنت تفوت 25 عام ما تسولهاش على اللاج ديالها بعد منها من الاخر ما تسولهاش تيولي هذاك السؤال حرام روحي هاو تفضل سي حسن ايه وليدي سليم يا جوز جوز احنا للتاخير بد كان لازم نجيب لك هذه الهديه لا بها طولت تسمح لي طولت ايه هو من عند لوكسيري تانيت بيان سور ماشي خساره فيك سي حسن يعطيك الصحه ايه يا سالم يا كل ما تكبر راك تدي لباباك سي علي الله يرحمه واش بان لي ميكرو نزل ولا جاب لي الله ديك البيرش ديال الميكرو بطاش كاع والله الا هي بالله
ديرينا يمكن في العادي هذا البلان هذا ما يمكنش المويلي الميكرو دخل في البلان كامل ديرينا يمكن بالعاني يا سالمية كل ما تكبر راك تدي لباباك سي عليه الله يرحمه الله يرحمه كنا دايرين لها العجلات انا وياه هاي المهم هاوليك العقد هنا وهاوليك السيالة ما تنساش تقرا كامل البنود وتمضي في الاسفل انا قلت بالك تبعتها لي بار ميل خير لا 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 احنا خطينا هذا الايميل والتيك توك هذا شغل مليح لازم توقف عليها سي سالم ايه اصبر لي نقرا برك ايه لو كان تعرف باللي راح نتلخ كيما باباك ودوره تديه سي حسن انا اسمع فيك على بالك واسمعت باللي راح تسرقني كيفاش كيف يقدر يسمعني هذا باسكو راك تعيط باينه يعني سي حسن انا مروح ياك خفني كونطراني والو تهلا في بعضك ما فهمتش هذا البلان هذا واش بصح ما مشي داير انا يمكن بالعاني انا ما شكيتش فيه انا 90% بالعاني جبن جف المرايه بانو بن شد البيرش وش بن اللي شد لك الإيراز يا سالم سين مخدومة بالتنظيم أنا ما نطيب بزاف أحكي نطيب نحب ندير أشهى الأطباق العائلة تاعي عمك تهضر يا اختيتو أنا بلوش سهل تحضر وبزاف وش بيك يا طفلة كي تهضري مع الحيط اون بلوس مقارونة اقتصادية 100% مقارونة ذهب فهمت من دابا فهمت لان هذيك مديوره 100% ماشي مديوره بالعاني وانا يا زعما لي بلون ديال الكاميرا كيفاش يمكن شو يمكن محرش صح تقول مقارونة عشان راه مقا والآن نمر إلى آخر فقرة شبح حصة وهي روبورتاج عثمان وسط الميدان يا كخي العنف ضد المرأة شيء أن المجتمع يحاربه بوندون بليزير آني صافي بليزير آني هما يحاربوا هاد لوكوان ولكن ماذا عن العنف ضد الرجل العنف ضد الرجل أفا واحد ما يهضر عليها باسكو واحد ما يدير عليهم كي يروحوا يقولوا لهم اللي فوالا جو بونس ما انا جيلي يقول لي بلي مرتي ضربني انا ما نمنكش بيرسونالمون ما نمنكش ما عرفتش بلي تيكزيستي حتى وين عثمان وسط الميدان قال لنا عليها كيفاش تراك ما بان لكم اخويا غير عثمان مرتي صوتتني وين كيفاش وعلاش نرى معنا روبورتاج عثمان وسط الميدان كاين اخي عثمان وسط الميدان كيما هادي لازم لها خدمة وبحث كبير والضحايا صعيب بها يهضروا لكن بفضل الخبرة تاعي قدرت نجيب خيط يدينا لورانا حابين قادة اسمعني حتى الآن كل شيء هادئ إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان
لم يسلم قادة حتى من الأسلحة البيضاء، ولهذا قررنا أن لكم هم يسلكم. هدو تاني كما أنا. هيا. السلام عليكم. السلام عليكم. هدو ما كنا بس. بس. جديد هذا؟ لا وقادة. تفضل أجمل. سي قادة. السلام. راك في المكان المناسب. أوكي. قافلنا لها قادة. لا أفضل دراجة سي أن طابو. سي أن طابو. سي ما با أن طابو. سي حاجة اللي ما يهدرش عليها كاع في المجتمع. ني في الجرائد ني في التلفاز. هو يعني حاجة كاينة في الأمر الواقع كما رانا نشوفوا هنا، رجال جردوا من رجولتهم. سي بور سا حنا درنا لو بروغرام تاع التنمية الرجولية باش نعاودوا نعطيو الثقة للرجال الإنسان التنمية الرجولية قافلنا عليها سونز اكسبسيون 5 عندي بليسير منا بالفاس. دوكا غادي نديروا ان اكزرسيس. اوكي ايماجينيني بلي انا ما خصهمش شي اكزرسيس. هذو تلقاهم مع صحاب لاكوست. شوف صحاب لاكوست دولارين يتلقاهم معاهم شي 3 شهور ولا 4 شهور فهمتي، يتعاشروا معاهم يجلسوا معاهم في الحومه يفهموا البلانات كيفاش دايرين، يفهموا الحياه كيفاش دايره على حقها وطريقها، وغادي يرجعوا عند عيالاتهم وداك الساعه يمشيو للحبس باش يقتلوا عيالاتهم. ورا القضيان يا يما تا ولاد الراجل اللي كل سائل يا ربي لا وبينما هم يقومون بالتمارين Et هذا c'est le premier exercice. ساءت الأوضاع. نعم زوجاتهم انقضوا عليهم. وهكذا سيظل العنف ضد الرجال مدفونا خلف الأبواب. ولي 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 كما قال الشاعر مدام ويدي والله جاد. هشوف هذيك البنت راه فيكس وشو كيرقصاش عليه. وهكذا سيظل العنف ضد الرجال مشكلة خلف الأبواب مشكلة ألا ما تشوف مش تقولش لبسوا الجلابة هذيك لبسوها لشي حد واش لي هذيك هي كما قال الشاعر لا 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 الجلابة لابسها شي حد ما تحمقني. واو 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 شي شنو فينا وغادي فينا وغادي فينا وغادي. عثمان وسط الميدان من مقر تنمية الرجال هذا مكان فعمة نما وموال الباندا باقي ياكل في العصافير. أنا سيدي وسيداتي سادتات رانا وصلنا لنهاية شبه الحصة. نتمنى أنه نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. واحد اللغة عربية دارجة من هنا. أنا شنو زوجت أصلا دونك بينما ورد لي شي ياكل العصافير. هذيك نخصهاش بزاف في الأول رمضان. هذيك نخصهاش بزاف في الأول رمضان. ما عرفتش علاش بداوها حتى الأخر وما عرفتش على الدراري غتكون فيها من ايبيزود ولكن هادي واعره. هادي كان خص تشد بها ستون في رمضان مور المغرب. يا سلام لا بلا لا تحسن من زعما هي احسن من شي لعيبه شحال اخرين بالرجوله واعره. شتي اللي كاين الدراري تقاشع في رياكشن جديده فيديو جديد. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I can.